السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناة تعليم رندا مع أم نعمة. اليوم إن شاء الله غنشارك معكم درس سهل في الخدمة وتيجي زوين، تنتمنى يعجبكم. وإلا كنتو أول مرة غتزوروا القناة ما تنساوش تفعلوا الجرس وتضغطوا على زر الإعجاب باش يوصلكم الجديد. وغنبدأ معكم بسم الله، غنبدأ معكم من الأول. أنا هنا عندي الخيط برمتو على ثلاثة الشعرات وغنخدم بالبرة نمرة سبعة باش تدوز ليا في العقيق. غنبداو، هانتوما غنشدو في التوب، تنهزو هاد العوينة هادي ديال الخيط، غنعاود تنشدو في التوب، تنهزو هاد العوينة هادي غير لوية وحدة على البرة. كنبداو بهاد الحبكة هي اللولة، غنهز هاد العوينة هادي، تنشد في التوب، غنهز هاد العوينة، تنحاولو منشدوش بزاف في التوب، تنحاولو هاد الضربات اللي في التوب يمشيو لينا مقادين، نتوما غنشد في التوب، غنهز هاد العوينة هادي، نتوما ملي تنبغيو نشدو في التوب تنديرو الخيط الفوق. غنهز هاد العوينة، هادي هي أول حاجة تنبداو بيها، هي هاد الحبكة تنسبقوها هي اللولة، ثم تنشدو في التوب وتنهزو هاد العوينة هادي، شدو في التوب تنهزو هاد العوينة، هادي هي الحبكة تمشيو بهاد الطريقة. أنا غنكملها ونرجع ليكم. هانتوما أنا هنا كملت هاد السطر ديال الحبكة، دابا كنركبو خيط جديد وكنجيو للبدية اللي بدينا منها. هانتوما غنبداو نخدمو السطر الثاني، نتوما غنثبتو الخيط، غنقص من هاد الخيط جاني طويل، نتوما غنجي لهاد الحبكة اللي حداها وغنهز هاد العوينة هادي، كنلوي غير لوية وحدة، ندوز الحبكة اللي حداها، ثم وحدة جوج، هذه هي الثالثة، هانتوما نركب عقيقة. أنا استعملت هاد اللون ديال العقيق والنمرة أربعة. هانتوما ملي ركبت هاد العقيقة غنخلي ليها هاد الحبكة هادي وغنشد في الحبكة اللي حداها، غنهز هاد العوينة هادي اللي ركبنا فيها العقيقة، هانتوما غندوز لهاد الحبكة اللي حداها، غنحسبو دابا ها وحدة، ها جوج، ها ثلاثة، نتوما أربعة، هادي هي الرابعة، هانتوما تنحسبو من هادي، وحدة جوج ثلاثة أربعة، غنركب عقيقة، نتوما غنخلي ليها هاد العوينة وغنشد في العوينة اللي حداها، غنهز هادي، ضروري نحبكو هنا باش تجينا هاد الجهة عالية بحال هادي، صافي غندوز الحبكة اللي حداها، غنهز هاد العوينة لوية وحدة، تنهزو هاد العوينة، نتوما وحدة جوج ثلاثة، غنزيد نكمل ها ربعة. هانتوما إلا لاحظتو هاد الدرس تيجي ساهل دغيا كيتخدم وفي نفس الوقت تيجي زوين. ملي خدمت ربعة الحبكات غنركب عقيقة،
ثم غنخلي ليها هاد العوينه ونشد في اللي حداها، ضروري نحبكو هاد الحبكه هنا. صافي غنشد هاد الحبكه، تراجعوا لهاد العوينه، كنخدموا ما بين هاد العقيقه وهاد العقيقه اربعه الحبكات، وحده جوج ثلاثه، غنكمل الرابعه. صافي نركب عقيقه، ها وحده ترجع في نفس هاد العوينه، ها جوج، ثلاثة، أربعة. نركب عقيقة، نخلي لها هاد العوينة هادي، نشد في اللي حداها، ضروري نحبكو عليها هاد الحبكة ونكملها. جوج، ثلاثة، أربعة. صافي غنزيد معكم هاد العقيقة ونكملو. حبكة، جوج، ثلاثة، أربعة. صافي هاد الخيط كنخليه هنا وغندوزو باش نخدمو السطر الثالث، كنركبو خيط جديد. هانتوما هنا كنديرو خيط جديد وغنبداو، هانتوما غنثبت الخيط هنا، غنجي لهاد الحبكة غنخدمو فيها سنينة غنلوي جوج لويات ونرجع لنفس العوينة ونحبك هاد السنينة، ثم غنلوي جوج لويات ونحبك هاد السنينة هادي، غنشد في هاد العوينة هادي. صافي وغنخلي هاد العقيقة وغنجي للعوينة اللي حداها، ترجعو في نفس هاد العوينة هادي، هانتوما هادي اللي حدا السنينة. صافي غنحبك على هاد القوس وغنحسبو العدد ديال الحبكات، وكنبقاو كاع القواس كلهم كنخدمو فيهم نفس القياس باش يجيونا قد قد. ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة، ثمانية، تسعود، عشرة، حداش، اتناش. تنعمرو هاد القوس مزيان باش ما كيتناش، المهم نعمرتو ب 12. هانتوما غنجي للعوينه اللي حداها، غنهز هاد العوينه غنلوي جوج لويات ونخدم سنينه. هانتوما خلينا اربعه الحبكات، حبكه كنخدمو فيها هاد القوس من هنا وحبكه كنخدمو فيها هاد القوس من هنا، كيبقاو جوج الوسط كنخدموهم سنينات. هانتوما صافي كنجي هنا كندير هاد القوس، غنحبك بنفس العدد اللي حبكت فيه في الاول، جوج، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة، ثمانية، تسعود، عشرة، حداش، اتناش. ولا جانا القوس خاوي نقدروا نزيدو فيه، المهم نعمرو القوس مزيان. هانتوما غندوز هاد الحبكة هادي، ثم الى لاحظتو دغيا كيتخدم كيجي زوين، ثم غنلوي جوج لويات
غنحبك على هاد السنينه، تنزل الحبكه اللي حداها وجوج لويات، كنحبكو على هاد السنينه، ثم غندوز لهاد الحبكه اللي حدا العقيقه، نرجع فهاد العوينه هادي صافي، ونحبك على القوس. واحد، جوج، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة، ثمانية، تسعود، عشرة، حداش، اثناش. المهم كنشوفو القوس واش عامر. كنبقاو غاديين بهاد الطريقة، هانتوما ندوز لهنا نخدم هاد القوس، نعمرو صافي. درت فيه 12 حبكة، هانتوما انا هنا تقاد الخيط، غنبدل معاكم الخيط، هانتوما تركب خيط جديد، تنجي اخر عوينة خدمت هي هادي، كنشد فهاد العوينة ديال الحرير، هانتوما غنلوي جوج لويات، غنحبك هاد السنينة، غنجي العوينة اللي حداها ثم جوج لويات، ثم خدمت فوق الخيط، دابا نقطع هذا الخيط صافي، غندير قوس فوق العقيقه، ثمانية، نتوما غنكمل هاد السنينات هنايا تلوج لويات، انا هاد العوينه لوج لويات، نخدم هاد القوس، انا ركبت خيط غير قصير ما طولتوش بزاف، ثم الى لاحظتوا دغيا كيتخدم هذا الدرس وتيجي زوين. صافي دابا كملت هاد القوس، هانتوما المهم هانتوما دغيا كيتخدم تيجي زوين، تنتمنى يعجبكم، تنتمنى يكون الشرح ديالي واضح ينال الاعجاب ديالكم، ما تنساوش تفعلوا الجرس وتضغطوا على زر الاعجاب باش يوصلكم الجديد، والسلام عليكم في فيديو اخر ان شاء الله.